إذن خاوتنا المربين، وبعد ما شفنا في العدد السابق أهم مراحل تربية الدجاج اللحم وبعد التطبيق تاعو، كاين هنالك عملية جد مهمة لازم تقوموا بها واللي يسموها فترة الفراغ الصحي. شوفوا أهم مراحلها مع زميلتي ممثلة المعهد التقني لتربية الحيوانات إيتالف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المربين، اليوم حنتحدثوا على الفراغ الصحي، لو فيد سانيتير. بعد ما كملنا عملية التربية ووجهنا الدجاج تاعنا نحو المذبح، نقوموا بعمليات التنظيف والتطهير. خلال عملية التنظيف نقوم بجمع العلف الموجوع داخل المنجوار ونتخلصوا منه. نخرجوا العتاد تاعنا خارج العنبر ونقوم بعملية التنظيف بواسطة مواد التنظيف الماء والصابون. كذلك نقوم بنزع الفراش أو لاليتياغ ونخرجوها من الباب الخلفي للعنبر حتى نتفادى انتشار البكتيريا. كذلك نقوم بكنس ونزع الغبار المتواجد على السقف، الجدران والأرضية. عمليات الغسل تتم بواسطة الكارشير. مرحلة التطهير، خلال هذه المرحلة نقوم باستعمال المطهرات الموجودة لدى البيطري، نمزجوها بالماء بمراعاة التركيز ونتركوها تتفاعل مع جميع أنحاء المبنى. نحضروا الجير ونطليو الجدران الأرضية مدخل المبنى حتى خارجه. أخيرا نقوم بغلق المبنى. مدة الغلق تكون 15 يوم و30 يوم إذا كان عندنا مرض. شكرا زميلتي على هذه النصائح. ولنجاح مشروعكم في مجال تربية الدجاج اللحم له علاقة مباشرة لمدى احترامكم وتطبيقكم للمعايير التقنية مثل التدفئة وتهيئة المباني لاستقبال الكتاكيت، وكذا النظافة بداخل وخارج المباني، والمعايير الصحية مثل الغذاء الملائم والمناسب لكل مرحلة وتطبيق البرنامج التلقيح المسطر والمتفق عليه. لكن زيادة على هذا ننصحكم بالتقرب من شبكتنا التجارية المتكونة من صناديق جهوية ومكاتب محلية من أجل اكتتاب عقد التأمين متعدد الأخطار للدواجن. هذا العقد الذي يوفر لكم حماية ضد خسائر هلاك الدجاج بسبب الأمراض، كل الأمراض مؤمن عليها، الهلاك بسبب التسمم الغذائي، الذبح الصحي والذبح المأمور. كما يحميكم هذا العقد ضد الخسائر التي تمس المباني وعتاد الدجاج المتواجد داخل البنايات بسبب الحرائق، الانفجارات، الفيضانات، العواصف وكذا أضرار المياه. وأخيراً نعلمكم أنتم منتجي الدجاج اللحم أن هذا العقد يحتوي على ضمان المسؤولية المدنية عن المستثمرة. نهاية عدد اليوم خاوتنا الفلاحين، نتلقاو بحول الله في العدد القادم، دائماً ملتزمون بمبدأنا حقكم أمانة. النشرة الفلاحية برعاية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، حقكم أمانة.